بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل فيديو سريع كده عن تجهيزات المصيف. إيه ازاي بنجهز لأكل المصيف واحنا ماشيين، بناخد معانا ايه؟ وعلى السريع كده هنقول كام حاجة من الحاجات اللي بناخدهم. اول حاجة الكيس الابيض اللي قدامنا ده، انا متبلة فيه فراخ، وعندي كمان متبلة شاورما مجهزاها، وكمان متبلة بانيه كام طبق كده، علشان خاطر مش في كل المصيف بتشتري اكل جاهز، لازم تقتصدي شوية، لان انت مش رايحة تاكلي اكل من برة وخلاص، انت رايحة تتفسحي وتغيري جو وتشمي هوا نظيف وكده، ويعني تعيشي يومين حلوين بعيد عن اجواء البيت وكده. اول حاجة عملت كمان هنا صينية من البوريك التركي، ما شاء الله قسمته في طبقين كده علشان نفتح طبق وما يخلص نرجع نفتح التاني. ممكن تشيليه في الفريزر عادي وتطلعيه بيطرى تاني كأنه لسه معمول حالا. وعندي كمان عملت بيتزا كمية كبيرة علشان خاطر ناخدها في الطريق وفي نفس الوقت ناكل منها في السكن اللي احنا قاعدين فيه. ده بقى البانيه اللي انا كنت مفرزاه، تبلته كويس جدا وبعد كده شلته عملته بالبقسماط وحضرته وقسمته في اكياس زي ما احنا شايفين علشان خاطر تطلعيه على التحمير بس، يعني مش هتعملي اي حاجة غير انك تحمري البانيه، لا هتبدريه بقى ولا هتعملي بالبقسماط ولا هتاخدي بيض معاكي ولا اي حاجة، يا دوب على التحمير. كل ده هتشيليه في الفريزر اول ما تروحي، تاخدي معاكي ايس بوكس كده محترم تشيلي فيه المجمدات بتاعتك، ولما تروحي بتشيليها في الفريزر وتطلعي وقت الحاجة. دي شوية حاجات كده نواشف اخدتها معايا، يعني اخدت ازازة زيت زي ما احنا شايفين كده علشان تحمير البانيه والبطاطس، طبعا اخدت شامبو شاور جل، واخدت كاتشب وبطرمان كده من السكر، واخدت تونة علشان برضو في الطوارئ كده لو حبينا ناكل تونة، اخدت معايا مكرونة عشان لو حبيت اعمل جنب البانيه او اعملها في يوم تاني لوحدها، وكمان اخدت علب جبنة صغيرة كده علشان السندوتشات سواء فطار او عشاء، اخدتها صغيرة عشان لما تتفتح تخلص ما تخربش مني وتطلع مية. اخدت شوية توابل كده، واخدت رز بسمتي علشان لو حبيت اعمل رز بسمتي، لان انا واخده فراخ متبله ممكن اعملها مشويه واعمل جنبها رز بسمتي، وكمان اخدت شويه من المشابك، واخدت كوبايات علشان نشرب فيها سخن وشاي، شاي وحاجات ساقعه مثلا بيبسي وكده علشان ما استخدمش حاجه واغسلها، وفي نفس الوقت اخدت مقص صغير كده ممكن استخدمه في فتح علبه جبنه او حاجه، اخدت معالق كم معلقة صغيرة، واخدت معالق كمان بلاستيك علشان استخدام مرة واحدة، وكمان شوية اطباق كده فوم علشان اسهل على نفسي وما اغسلش كتير، وبرضو اخدت ليفة من بتاع المطبخ وسكينة ممكن اقطع بيها فاكهة او اقطع بيها اي حاجة، هي حاجات كلها صغيرة. اخدت فويل واخدت مفارش للسفرة عشان لو حبينا ناكل نفرشها ما ناكلش على حاجة مش بتاعنا، وبنحاول يعني قدر الامكان تاخدي كل الحاجات اللي تقدري تاخديها معاكي. اخدت شوية تسالي، اخدت فول سوداني كان عندي متحمص وزي الفل، وكمان كان عندي ترمس من بتاع العيد، جبت كيس كده وحطيت فيه شوية كويسين وفعل الفريزر وجمت